الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. على دخول المدارس بقى النهارده هنعمل مع بعض شاورما، وجيت على البوتاجاز على طول عشان اوريكم ما ناخدش وقت خالص خالص خالص. اول حاجه هعملها تسخن، حط الصينيه بتاعتي اهي عشان خاطر تسخن. وهنعمل ايه؟ واول حاجه هعملها ان انا عندي قطعه صغيره جدا 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 من اللي هي. اول حاجه احنا هنعمل شاورمة لحمه على فكره، اول حاجه هحطها، هحط دي عشان تسيح الاول، معلقه واحده كده من اللي هي، بس تكون مش متسيحه، يعني اللي هي بتاعه الخروف نيه زي ما هي لسه، تكوني انت وهي متجمده كده بتبقى سهله انك تقدري تبشريها. اهي شوفوا هتنزل ازاي، اهي تكوني بشراها كده كويس قوي. هنجيب بقى عليها ايه؟ اللحمه. طبعا انا مقطعه اللحمه بتاعتي صغيره خالص اهي، ابتدي احطها. يس، ولا هنحط سمنه ولا اي حاجه اهي. اللحمة بتاعت الشاورما دي انا جايباها لحمة بسلو، فمش هتاخد وقت، سواء مش هتاخد وقت ابدا في السوا. اسيبها كده تاخد صدمة بس. قلب كده عشان تاخد من كل الطعم بتاع اللي هي. شايفين بقى نزلت المية بتاعتها ازاي؟ انا عندي هنا بقى بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود وبابريكا وتتبيل وسبع بهارات، سبع بهارات، بصل بودر، توم بودر، وفلفل اسود وبابريكا. هحط كل ده عليها كده عشان تشرب منها كويس قوي. اهوت واقلب كده. شايفين بتنزل ميتها وتشربها ازاي؟ لازم ادي اللحمه كده الصدمه بتاعتها اللي هي دي. لها كمان شويه من الملح لان دي لحمه بتلو، مش يعني ما فيش ملح مش هيأثر معاها في حاجه. ريحتها يا جماعه ملهاش حل، ملهاش حل. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل البصل بتاعي، البصل بتاعي كله متقطع جوليانو اهو. لحد ما يدبل مع بعضه كده زي ما احنا شايفين. ونشوف هنعمل ايه تاني وايه تاني هنضيفه عليها، بس تشرب من البصل بقى كده. انا بحط البصل ليه دلوقتي؟ عشان انا مش بحبه يكون طري، انا عايزاه يكون حلو كده ويقرش شويه زي بتاع بره بالظبط. اهي سيبها كده شويه وارجع لكم تاني. بصوا بقى كده البصل قربت تدبل ازاي، شايفين؟ بس مصحصحه، يعني ايه؟ يعني حلو مصحصحه كده، مش مهريه او مدعوكه في اللحمه، لا. بصوا الريحه، مش قادره اقول لكم يا جماعه على الريحه. فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندي كمان الفلفل، فلفل رومي، ممكن تحطي معاه فلفل حامي، بس لو عندك اطفال يبقى كفايه قوي الرومي، ما تحطيش فلفل حامي. شايفين برضو الفلفل يدبل معاه، كل ده بيخلي اللحمه تخش في السوا وتشرب من كل حاجه شويه.
شايفين انا ما حطيتش قدامكم لا زيت ولا اي سمنه ولا اي حاجه، الحته الصغننه اللي انا حطيتها ومع اللي هينزل من اللحمه كفايه قوي قوي مع البصله والفلفل. برضه هغطي عليها واسيبها كده مع الهادي على الواطي تشرب شويه، وهوريكم هنحط ايه كمان تاني عليها. عندنا ايه بقى في الشاورما؟ اخر حاجه خالص هي طماطم على فلفل عشان يبقوا مصحصحين في الاخر، وبعدين تبقى فيها ايه مش مجلده، تبقى جوسي كده طريه، تحس ان انت وانت بتحطي في العيش الفينو او في العيش التورتيلا دوت اللي هو السوري، يبقى فيها اي حاجه كده يعني زي ما انتم شايفين هي ناشفه خالص اهي. الطماطم دي هتديها حبه كده وتطعمها اهي زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنسيبها بقى ايه الفلفل يدبل شويه معاها مع الطماطم اللي احنا حطيناها دقيقتين كده بالظبط، وايه وهغطي عليها عشان القطه دي تدبل وتنزل ميتها. وفي كمان حاجه كمان هنحطها اهي جائز اللي هي البقدونس. كده خلاص الشاورما بتاعتنا خلصت، بصوا شايفين بقى الحاجه فيها باينه كده، بس البصلك منه بصل احمر مش ابيض فبيبقى لونه مغمق شويه غير البصل الابيض خالص، بس انا بحب البصل الابيض بصراحه بفضله، بيبقى مسكر ولونه جميل وحلو كده وبيبقى مفتح الاكل اكتر من البصل الاحمر، بس معلش بقى هو يعني اللي لقيته بقى معلش. كده خلاص احنا هندفع عليها وهغرفها وهوريلكوا، بس هنوسع بقى كده في النص كده شويه وهنحط طبق صغنن خالص ونحط فيه الفحمه بتاعتنا ونغطي عليها عشان يبقى طعمها زي بتاعت بره بالظبط. كده خلاص الشاورما بتاعتنا خلصت، هحط الفحمه واجي اغرفها واوريها. كده خلاص احنا عملنا الفحمه بتاعتنا اهيت اهيت، وهحط عليها حاجه بسيطه جدا من الزيت رغم ان هي يعني بتطيب، ونغطي كده هيبقى هي بتاعت بره واحد، مفيش فرق بينها وبين بتاعت بره ابدا ابدا. هغرفها بقى وارجع لكم. الشاورما بتاعتنا اهيت خلصت خلاص، هنبتدي بقى نغرفها في الطبق بتاعنا اهيت. وادي الطبق الشاورما بتاعتنا، معلش بقى اللي نازل دوت، ده كده طبقنا النهارده. الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده خطير جميل اهو، وادي شويه بقدونس كمان اهوت. وبكده خلصت الشاورما بتاعتنا، ويا رب يكون عجبتكم وتكون سهله وتكون خفيفه عليكم ويكون الفيديو سهل، والله طعمه واوفر واحلى من بره بكتير بكتير. وايام المدارس جت بقى واللي بيتاخروا لحد الساعه 3 4 بيبقى لازم واخدين سندوتشات يعني مغذيهم شويه عشان الدراسه وكده. وكل سنه وانتم طيبين، ومعلش انا اتاخرت شويه ان النور بيقطع دلوقتي حاجه صعب جدا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بطريقه جديده. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق. اقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.